السلام عليكم واهلا وسهلا بيكم في برنامجكم زعفران وفانيلا. النهارده هنعمل وصفات لذيذه وفي سلمون في الموضوع، فانا بحب السلمون جدا جدا جدا. وهنعمل كمان تشيز كيك شوكولاته مخبوزه طعمها خطير، يعني رائعه الطعم، وان شاء الله تنبسطوا بالوصفات بتاعتنا. وهنعمل كمان مشروب الشوكولاته الساخن، دسم ولذيذ وكله شوكولاته كده عشان البرد. اول حاجه هنبتدي مع وصفه السمك السلمون بصوص الليمون والاعشاب. علشان نعمل الوصفه عايزين تقريبا 6 قطع سلمون او حسب عدد افراد الاسره، عايزين معلقه كبيره زبده، معلقه كبيره زيت، ملح وفلفل. الصوص هتكون عباره عن معلقه صغيره زبده، 2 فص ثوم مفروم، 1 كوب كريمه، 1 معلقه كبيره شبت مفروم، 1 معلقه كبيره بقدونس، 1 معلقه كبيره كزبره خضراء، 3 معالق كبيره ليمون، ومعلقه صغيره ليمون مبشور، ملح وفلفل. وللتقديم بقى كده شويه خضار ورز. اول حاجه هنعملها هنلبس الجلافز علشان السلمون. السلمون ممكن نعمله في الفرن وممكن نعمله في طاسه بره زي ما تحبوا. خلينا اول حاجه نشوف، انا هعمله في الفرن اسرع واقل طرطشه. فعملت ايه؟ انا جبت صينيه دهنتها بس بشويه زيت، ممكن زيت زيتون شويه بس صغيرين جدا يا دوب بس مسحه، وحطيت السلمون فيها ودخلته الفرن. السلمون بيخش الفرن على اعلى درجه حراره ولمده 20 دقيقه فقط، بس اعلى درجه حراره. ولازم لما نيجي ندخل السلمون يكون الفرن سخن، يعني مش ما يكونش دافي، فيكون سخن واعلى درجه حراره لمده 20 دقيقه فقط. فهناخد الصينيه بتاعتنا نحط لها شويه زيت، وهناخد السلمون اللي عندنا وانا بحب الجلد يفضل موجود لانه بيحمي السلمون. فهناخد دلوقتي بس شويه ملح بالايد الثانيه بقى عشان ما نوسخش الدنيا، شويه ملح شويه فلفل فقط لا غير. هناخد بقى السلمون زي ما اتفقنا وعلى الصينيه الفرن لمده 20 دقيقه على اعلى درجه حراره زي ما اتفقنا. خلاص كده ده احنا خلصنا منه. هناخد بقى دلوقتي الصوص، الصوص بتاعتنا عايزين نحط حاجات على النار، نسخن الكزرونة طبعا. بتقدروا تتواصلوا معانا على طريق صفحة البرنامج زعفران وفانيلا على الفيسبوك، وكمان بتقدروا تتواصلوا معانا عن طريق أرقام التليفونات. ناخد دي، هنحط الزبدة معلقة صغيرة بس مش أكتر، لأن في كريمة في الموضوع، فهنحط بس معلقة صغيرة. عندنا بقى هنا الثوم. الوصفة دي بتنفع مع حاجات تانية كتير، يعني بتنفع مع الجمبري، بتنفع مع سمك عادي، وكمان ممكن تنفع مع حاجات تانية مش أسماك. يعني هي الصوص لذيذة وطعمها بيبقى حلو قوي. حطينا دلوقتي الثوم، بس تقليبتين مش عايزين الثوم يتغير لونه. نحط بقى الكريمة، حسيتوا الكريمة تخنت لان لما نحط الليمون دلوقتي، لو الليمون طبيعي الكريمة هتتخن، لو الليمون مش طبيعي يعني ليمون من الازايز يبقى الكريمة مش هتتخن، هتفضل زي ما هي. فلو حسيتوها تخنت شوية بنقدر نضيف شوية مية او شوية حليب زي ما تحبوا. يا اهلا وسهلا يا منى.
ده ازيك؟ يا اهلا وسهلا بيكي. يا انت منورانا على طول يا رب. يا حبيبه قلبي ربنا يخليكي، احنا منورين. ما تصوريش قد ايه انا سعيده بوجودك بجد يعني. حبيبه قلبي ربنا يخليكي ويسعدك، شكرا ليكي. وبعدين عملت صينيه اللحمه اللي بالتوست طلعت رائعه. الف هنا وشفا. رائعه رائعه رائعه. الف هنا وشفا يا رب، وان شاء الله دايما الوصفات تعجبك. ميرسي يا حبيبه قلبي ويخليكي دايما لينا يا شيف غاده. تسلمي لي يا قمره، شكرا ليكي. ألف شكر ليكي. طيب دلوقتي زي ما اتفقنا لما نيجي نحط الليمون ده شكله ليمون أزايز فمش هيتخن، هتفضل الصوص زي ما هي. نحطه ولا نحط ليمون طبيعي ونتخنها؟ لا نحط ليمون طبيعي. ممكن نحط ليمون طبيعي نحطه في الآخر. دلوقتي هنحط شوية كل بقى الخضرة اللي احنا عايزين نحطها، كزبرة وبقدونس والشبت بالذات. طبعا الشبت دايما بيليق على السمك وبالذات السلمون، يعني بالذات الصوص بتاعه السلمون مع الشبت بتطلع حلوه جدا جدا جدا. طيب انا حاطه سلمون في الفرن، خلينا نبص عليه كده مع بعض. اهو لسه فاضل له شويه. خلينا دلوقتي بس نستنى شويه كده على الصوص لغايه ما يخلص السلمون اللي في الفرن. فخلينا نبص كده بصه على حبايبنا اللي متواصلين معانا اللايف. نزل يلا. ادي زعفران وفانيلا على الفيسبوك يا حبايبي. اهو نزل يلا. معانا زهره البنفسج، تسلمي، هي من ليبيا وبتقول دايما بتتابع البرنامج ويسلموا ايديكي انت، شكرا ليكي يا حبيبتي. وميرو دي انا، شكرا ليكي يا حبيبتي، انا كمان بحبك جدا. ثانيه واحده، هو اللايف لسه نازل حالا. ومعانا شكرا لكارم هيمه، شكرا شكرا شكرا. طيب خلينا دلوقتي خلاص احنا ممكن نجيب ليمون طازه، نطلع فاصل ونجيب ليمون طازه. خلاص هنطلع دلوقتي فاصل ونرجع بعد الفاصل. هيكون السلمون بتاعنا استوى ونحط الصوص عليه ونعمل وصفتنا الثانيه على طول. فبشوفكم بعد الفاصل ان شاء الله. اهلا وسهلا بيكم، رجعنا لكم تاني بعد الفاصل. دلوقتي هناخد بقى الليمون ونحطه على النار. في لو ما فيش ليمون طبيعي هنسيبه بس على النار لغايه ما يتخن شويه. هنحط بقى ليمون زي ما انتم عايزين وهنسيبه على النار شويتين كده. هحط معاه شويه من الليمون المبشور، بيدي نكهه لذيذه قوي. يعني مش مرار بس بيدي كده نكهه حلوه، يعني قبل المرار بشويه فبتبقى حلوه قوي يعني. وهو برضو نوعا ما الصوص ممتازه. خلاص هسيبها بس على النار شويه كده لغايه ما ناخد السمك اللي احنا عايزينه. هو يعني انا بحبه بس اتخن من كده شويه، فهنخليه على النار شويه صغننين خالص. دلوقتي بقى خلينا نعمل مع بعض وصفتنا التانية للنهاردة، وهي تشيز كيك الشوكولاتة المخبوزة. وصفة يا جماعة خطيرة، يعني اللي هو لما بتاخدوا كده أول لقمة وتاكلوها يعني بتقدروش غير انكم تغمضوا عينيكم كده وتروحوا معاها في حتة بعيدة من كتر ما طعمها فعلا لذيذ وسهلة. علشان نعملها عايزين 3 كوب وممكن يكون اكتر حسب الصينيه، يعني ممكن نعوز 3 كوب ونص مثلا من البسكوت الشوكولاته اللي بيبقى محشي كريمه. تمام، هنطحنه مطحون. عايزين 50 جرام زبده، طبعا مش حاطين زبده كتير لان اوريدي هو فيه كريمه البسكوت فبرضه بيساعد شويه ان البسكوت يتماسك. خليط الجبنه اللي عندنا، عايزين 600 جرام جبنه كريمي، 200 جرام شوكولاته مذوبه ودايما هاتوا النوع يكون حلو، 3 بيض، فانيلا، 1 معلقه كبيره دقيق، 3 ارباع كوبايه سكر، معلقه كبيره برتقال مبشور،
وللوش بقى زي ما انتوا عايزين، كريمة، فواكه، زي ما تحبوا. اول حاجة هنعملها، عايزين، خلينا قبل ما نعمل ده نعمل البسكوت بتاعنا. البسكوت هناخد الزبدة اللي عندنا وهنسيحها بس على النار. خلينا نحطها على النار، دي جاهزة. لو حسيتوا انها عايزة زبدة زيادة حطوا، احنا المهم عندنا البسكوت يتماسك، دي اهم حاجة. عندنا بقى الصينية بتاعت التشيز كيك اهي، بسكوت اهو يا جماعة، البسكوت اللي قلنا عليه اللي من جوه محشي كريمة اهو، هنحطه كده هنا. هوريكم بقى دلوقتي هنعمل ايه. الزبدة عندنا تقريبا ساحت. لازم يا حبايبي نجيب الشوكولاتة يكون نوعها حلو جدا، وبتقدروا تستعملوا شوكولاتة غامقة دارك شوكلت، ولو عايزين النكهة أقوى بتقدروا تحطوا معاها معلقة كاكاو لو عايزين الشوكولاتة قوية قوي يعني زيادة. أهلا يا شيماء. ألو، إزيك يا حبيبتي، عاملة إيه؟ الحمد لله. حضرتك عاملة إيه؟ أنا بحب حضرتك قوي والله. أنا حضرتك محترمة جدا يا حبيبة قلبي، ربنا يخليكي، وأنا كمان بحبك قوي. أخبارك إيه؟ والله أنا مش عايزة حاجة عشان حضرتك، أنا كنت بس انا مبسوطه اني سمعت صوتك يا شيماء، ويا رب دايما كده الوصفات تكون بتعجبك، وشكرا بجد على تليفونك الحلو يا حبيبتي. شكرا يا شيماء. طيب الزبده عندنا هنا اهي، خلاص قربت تسيح، تمام. هناخدها بقى ونحطها على البسكوت، حتى لو في الصينيه اللي هنشتغل فيها عادي، هنحطها على البسكوت بهذا الشكل. هنبتدي بقى نقلبها كده ونفركها مع بعض عشان خاطر كل البسكوت يدخل فيه الزبدة، وده مقاس الصينية وسط. حسيتوا عايزين بسكوت اكتر زودوا. انا هعملها بحواف عالية، لو انتوا مش هتعملوها بحواف عالية يبقى 3 كوبايات كفاية وزيادة، بس انا عايزة اعملها بحواف عالية. تمام كده. خليني قبل ما اشوفها اشوف ايه اخبارها، اروح ابص لي بصه. شايفين؟ خلاص بدل بنعمل كده وبيمسك البسكوت يبقى الزبده كويسه كده، شايفين اهي، بدل مسكت معانا كده. خلاص هنبتدي بقى نفردها، بس انا خايفه من السلمون، خايفه من السلمون. خليني اروح ابص عليه بصه. على وشك، يلا هنفرد بقى كده البسكوت بتاعنا ونرفع الحواف كده زي ما انتوا شايفين. شايفين ازاي كده؟ يا جاسمين اهلا وسهلا. انا بحب حضرتك قوي يا شيف. انا بحبك اكتر. اخبارك ايه يا حبيبتي، كله تمام؟ ربنا يخليك يا شيف. تسلميلي يا حبيبه قلبي. انا كنت عايزه طريقه عمل الكوردون بلو. من عينيا. حاضر، من عينيا. احنا عملناه قبل كده بس هو الصراحه بيطلب كتير جدا، فممكن نرجع نعمله تاني. من عينينا. حاضر، لانه انت يمكن هو يعني بيتشاف اكتر ما يعني ما لو نزلتلك المقادير مش هتستفيدي قوي، فخلينا احسن نعملهولك تاني كمان مره. عشان يا رهف اهلا وسهلا، ازيك يا رهف؟ الحمد لله. ازيك؟ انا بحب حضرتك قوي. انا بحبك جدا جدا جدا. اخبارك ايه يا حبيبتي؟ بحضر كل برامجك. كله تمام حبيبه قلبي، ربنا يخليكي يا رب. دلوقتي قاعده على البرنامج بتاعك يا حبيبتي، ربنا يخليكي بجد، انبسطتيني. ان شاء الله دايما كده تحبي الوصفه. عايزه البيتزا. عايزه ايه؟ طريقه البيتزا. البيتزا، حاضر من عينيا. شوفي انا البيتزا عامه بعملها بعجينه ال10 دقائق. عجينه ال10 دقائق عجينه
ناجحه ولطيفه وما بتبصش ابدا من اي حد. فانت بس كده شوفي ازاي بتتعمل طريقه عجينه العشر دقائق، واعملي فيها البيتزا اللي انت بتحبيها، الحشوه اللي انت عايزاها. طيب احنا كده القالب بتاعنا البسكوت اتبطن فيه ورفعنا الحواف، هنبتدي دلوقتي نعمل الخليط اللي عندنا. اول حاجه هنعملها هنحط الجبنه، جبنه لازم تكون بحراره الغرفه، تمام. على ما نحط الجبنه خليني بس ايه اجيب حاجه كده صغننه ونحط فيها شويه ميه. علشان لما نرجع من الفاصل تكون الشوكولاته بتاعتنا ساحت. تمام اهي. هناخد الشوكولاته بقى نحطها في بوله. طبعا لو عندكم مايكروويف في السريع بتدوب. وطبعا ابشروها علشان اسهل انها لا اهي الشوكولاته الدايبه. اوكي ده للتزيين. الشوكولاته المذوبه اهي، بس هحطها هنا علشان تفضل محتفظه بالسخونيه بتاعتها. اول حاجه هنعملها بقى عايزين نخفق الجبنه شويه، وزي ما قلنا لازم الجبنه تكون بحراره الغرفه. تمام. اول ما بحس انها بقت كريمي وما فيهاش كده كلاكيع بروح حطلها السكر. هنحط دلوقتي البرتقال المبشور، بيدي طعم حلو قوي. وهنحط معلقه دقيق كبيره، معلقه كبيره من الدقيق. وهنبتدي نحط البيض واحده واحده. الفانيليا طبعا. كده ناقص بس. تمام كده. اوكي. ناقص نحط الشوكولاتة المذوبة اللي عندنا. زي ما اتفقنا لازم يكون نوعها حلو. وبتقدروا تستعملوا الدارك شوكولات. تمام كده. هنخلط بقى الكلام ده مع بعضه وكده نبقى خلصنا الخليط بتاعنا. تمام. هكمل انا بقى الخفق بتاعنا. لازم تتأكدوا من الجناب دايما يا جماعة، شايفين دايما بيبقى فيه حتت مش متقلبة. هخفقها انا بس كويس كده ونطلع دلوقتي فاصل، ونرجع بعد الفاصل نكمل معاكم بقيه وصفاتنا. بشوفكم بعد الفاصل ان شاء الله. اهلا وسهلا بيكم، رجعنا لكم تاني بعد الفاصل. دلوقتي احنا عندنا الخليط بتاعنا اهو جاهز. هنعمل ايه بقى؟ هناخد الخليط بتاعنا، وفي الصينية اللي حطينا فيها البسكوت هننزل الخليط بهذا الشكل كده. تمام كده. هناخد بقى الصينية بتاعتنا، هنعمل ايه؟ هناخد الصينية هنغلفها بفويل كده زي ما احنا شايفين هنا. بصوا دي ازاي متغلفه بفويل كده اهي كده. وهحطها في حمام مائي زي كاني بعمل كريم كراميل.
هحطها في حمام مائي لغايه ما تستوي بعد ساعه، لمده ساعه على درجه حراره 180 فقط لا غير. بنطلعها بعد الساعه دي وبنسيبها تبرد خالص، وبعدين بنحطها في الثلاجه، وده بيكون شكلها معانا لما بتخلص. يعني بتخلص التشيز كيك بنحطها، التشيز كيك بتاعتنا النيه دي بناخدها بنغلفها بفويل علشان خاطر هنحطها في حمام مائي، فانا مش عايزه الميه تدخل من الفتحه بتاعه التشيز كيك اللي تحت، فبنغلفها بالفويل وبنحطها في الفرن على درجه حراره 180 لمده ساعه. بس تخلص الساعه بطلعها من الفرن وبتبقى التشيز كيك بتاعتنا جاهزه. كده التشيز كيك بتاعتنا جهزت اهي. خلينا دلوقتي نطلع السمك بتاعنا من الفرن ونحط له الصوص ونقدمه. تمام التمام. يا سلام على الصوت. هناخد بقى السمك بتاعنا خلاص زي ما هو كده في الطبق بتاع التقديم اهو. خلينا نجيب دي تاني. نحاول بس ايه ما نبوظش شكله. بوظنا شكله خلاص. بناخد الثلاثه دول باكل انا دي خلاص. ناخد دول نحطهم كده هنا بهذا الشكل. اول واحده كده حلو قوي في العزايم ده يا جماعه. كمان ناخد بقى الصوص بتاعتنا اللي عملناها اهي. خليني بس اعدل دي شويه عشان يبقوا محطوطين بطريقه منمقه. كده وكده كده. ناخد بقى الصوص ونحطها عليه. طبعا بتقدروا كمان تقدموها، تقدموا بقيه الصوص على جنب. الصوص ريحتها تجنن، والسلمون طبعا اللي بيحبه هينبسط جدا على الوصفه دي. خلاص كده تمام. طيب دلوقتي عايزين نعمل احنا الوصفه الثالثه بتاعتنا. مش هنعملها كلها، بس هنعمل ايه دلوقتي؟ عايزين الشوكولاته. خليني اشيل ده من هنا نحطه هنا، وناخد الشوكولاته المذوبه علشان عايزه اعمل ايه. انا عندي هنا كوبايات اهي تمام. فهناخد الشوكولاته المذوبه اللي عندنا، وهناخد سبرينكلز. اي سبرينكلز اي سبرينكلز عندكم بتحبوها انتوا. انا بحب السبرينكلز اللي فيها الوان كتير، فهاخد منهم. شوفوا دايما انا بمشي دايما بالسبرينكلز. ها ودول كمان حلوين قوي اهم. هنعمل ايه؟ هناخد ايه السبرينكلز اللي عندنا، نحط دول على دول كده عشان يبقى عندنا الوان حلوه. وناخد الكوبايه بتاعتنا هنحطها كده هنا بالشكل ده. نجيب بولة اهو.
يا عيني على جمال الالوان. عادي الوان تحفه 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 تحفه. دي هتبقى الكوبايه اللي هنقدم فيها الهوت شوكليت بتاعنا. اي بقى سبرينكلز عندكم شكلها حلو بتقدروا تستعملوها. انا بقى هكمل خلاص كده تمام. هعمل كل الكوبايات اللي عندي بالشكل ده. مبهجة كده ولونها بيبقى حلو وبيدي بهجة كده. طبعا اي مشروب انتوا عايزينه فيه شوكولاتة بتقدروا تعملوا فيه الكوبايات بالشكل ده، مش بس الهوت شوكليت يعني. بس نخلص من الزيادة علشان لما نقلبها ما تنزلش. حتى مع الاطفال كده بينبسطوا لما يعملوا الحاجات دي، بتطلع حلوة قوي، بينبسطوا منها قوي. خلاص كده تمام اهي. طيب خلينا نقول المقادير بتاعه الهوت شوكليت بتاعتنا. علشان نعمل الهوت شوكليت بتاعتنا عايزين دسمه، هي شويه دسمه بس طعمها رائع فخم كده. عايزين كوبايه حليب، معلقه كبيره زبده بسكوت القرفه لان احنا عاملينها بنكهه القرفه، فهنستعمل زبدة بسكوت القرفة بتديها طعم حلو قوي. 50 جرام شوكولاتة بيضة، 2 معلقة كبيرة مارشميلو صغير، شوكولاتة مذوبة للوش. طبعا انتوا حرين بقى حطوا ابيض او اسود، انا حبيت احطها سودة علشان تدي لون حلو يعني. وعايزين بسكوت قرفة للتقديم وكريمة مخفوقة وسبرينكلز. ده كل اللي هنعوزه علشان نعمل الوصفة بتاعتنا. نجيب بقى الكزرونة نبتدي نعملها دلوقتي ولا ايه؟ ايه رايكم؟ طيب نعملها دلوقتي. هنحط كل المكونات مع بعضها على النار. ادي حتى الشوكولاته البيضة هنحطها على النار اهي مع الحليب. ادي الحليب وادي الشوكولاته البيضة وادي زبده بسكوت القرفه اهي. ده شكلها شبه زبده الفول السوداني. كله بنحطه بره وبعدين بنحطه على النار. طعمها بيبقى لذيذ قوي يا جماعه، بجد لذيذه لذيذه لذيذه، مش قادره اقول لكم قد ايه. انا بس هسيب ده على النار لغايه ما الحاجات دي كلها تدوب، الشوكولاته والزبده بسكوت القرفه تدوب وتتجانس كده مع الحليب، وكده هيبقى جاهز عندنا المشروب بتاعنا. هسيبها بقى دلوقتي انا على النار لغايه ما تدوب. هنطلع في الوقت ده فاصل ونرجع بعد الفاصل تكون دابت ونكمل معاكم بقيه وصفتنا. بشوفكم بعد الفاصل ان شاء الله. اهلا وسهلا بيكم، رجعنا لكم تاني بعد الفاصل. دلوقتي الشوكولاته بتاعتنا البيضه دابت وزبده بسكوت القرفه دابت والمشروب بتاعنا جاهز. هناخده بقى ونحطه في الكوبايات بتاعتنا. هي يمكن واحدة بس اللي هتقضي اهي. ادي الكوباية بتاعتنا، نحط لها بقى شوية مارشميلو لو عايزين على الوش كده، وبنحط برضو لو تحبوا شوية من البسكوت القرفة، وكده بيبقى الكوباية بتاعتنا اللذيذة جدا جدا جاهزة. اهلا يا ام اسلام. الو السلام عليكم. ازيك يا حبيبتي عامله ايه؟
ازيك انتي يا حبيبتي؟ الف حمد لله على سلامتك. الله يسلمك، اخبارك ايه؟ نورت الدنيا كلها يا شيف غاده. ربنا يخليكي يا حبيبه قلبي، تسلميلي حبيبتي والله. ربنا يبارك لك وتسلم ايدك على وصفاتك الجميله. تسلميلي انت اللي جميله، وحشتينا كتير قوي، مش قادره اقول لك قد ايه يا حبيبتي. والله انتوا وحشتوني اكتر، بس ما انت شفتي حبيبتي يعني والله والله انت ما تعرفيش غلاوتك عندنا قد ايه يا حبيبتي. ربنا يخليكي والله، حبيبتي والله حبيبتي. انا بجد يعني في كتير من وصفاتك جربتها، وما انساش طبعا الكوبيبه الجميله. والله كل ما حد يقول لي طريقه الكوبيبه اقول لهم بطريقه شيف غاده التلي، دي اروع كوبيبه فعلا، مقاديرها مظبوطه جدا جدا. الف هنا وشفا، دي وصفه عمتي الله يرحمها، هي عاملاها على الاصول. فالف هنا يا حبيبتي، تسلمي تسلمي بجد على وصفاتك الجميله. ربنا يبارك لك والحمد لله على سلامتك، وربنا يحافظ عليكي وعلى كل كرو البرنامج. ربنا يخليكي، وشكرا بجد على تليفونك الحلو، تسلميلي، الف شكر ليكي. طيب يلا بينا نروح بقى نحط كده شويه كريمه للتشيز كيك بتاعتنا. ممكن تحطوا لها زي ما انتوا عايزين، كريمه بيضة، كريمه زي ما انا عامله كده بالكاكاو، زي ما تحبوا. تمام، ممكن ناخد بقى برش البرتقال اللي عندنا ونحطه بس كده حواليها، لان هي طبعا فيها برتقال، فيعني كده تمام. ها خلينا بقى دلوقتي احنا خلصنا كله تمام، نقرا بقى شويه مع، خلينا ناخد دي بس نحطها كده هنا. كده تمام، خلينا بقى نقرا شويه من على اللايف بتاعنا على صفحه البرنامج زعفران وفانيلا على الفيسبوك، نشوف الكومنتات بتاعتكم. فين راحت؟ ايه راحت؟ طلعت من الصفحه. ثانيه واحده اهو. نقرا بقى شويه. طيب شكرا لام شادي وعطر البنفسج ونوال الفيومي، طبعا حبيبتنا دايما بتبعت لنا، وامل اشرف وام شادي وهدى علي وامل سعد. ممكن تبعتي لي على الاكونت بتاعي وانا بقول لك منين جبته. وفي كمان عندنا افوض امري لله، شكرا ليكي يا حبيبه قلبي، تسلميلي. بقيه الكومنتات مش معمول لها لودنج، مش عارفه ليه. سالي حماد، تسلميلي يا رب، شكرا ليكي. وعبير الصاوي بتقول التشيز كيك تحفه، جربيها وهتشوفي قد ايه، بس مش شكلها، كمان طعمها خطير، طعمها بجد حلو ولذيذ جدا. الابتسامة البريئة من ليبيا عايزة طريقة الكيكة الإسفنجية. الكيكة الإسفنجية أنا بعملها، بحط لها كوباية دقيق وخمس بيضات وفانيلا، وكمان بحط لها كوباية سكر، يعني كوباية سكر، كوباية دقيق، خمس بيضات فانيلا، وممكن تحط لها في الآخر خالص ربع كوباية زيت، بتبقى طعمها حلو قوي. اخفقي السكر مع البيض يعني تقريبا 6-7 دقايق لوحدهم لغاية ما يبقى أبيض كده وكريمي، وبعدين حطي الدقيق وقلبي من تحت لفوق من تحت لفوق علشان ما تطلعيش الهواء، وبعدين بعد كده حطي في الاخر خالص الزيت لو هتحطيه، واخبزيها في الفرن في صينيه ما تكونش مدهونه، حطي بس عليها ورق زبده بس، ما تدهنيش الصينيه. ماجده التعمري شكرا ليكي يا حبيبتي. ومينا طاهر، منى طاهر انا كمان بحبك جدا. وفاطمه مصطفى انتوا كمان وحشتوني قوي. وهنية الوحشة بتقول وصفاتك كتير رائعة، شكرا، وان شاء الله دايما عند حسن ظنكم. وام ماجد حيح بتقول الكيكة شكلها جميل، بقولك كمان جربيها هتلاقيها طعمها كمان حلو جدا جدا بزيادة لذيذة. مولاي راحت فين؟ مولاي
مولاي علي بتقول السلام عليكم، احبك هواي من العراق، الحمد لله على سلامتك وعاشت ايدك على وصفاتك الجميله. بحب اللهجه العراقيه جدا الصراحه. يسلموا، شكرا ليكي يا حبيبتي وسلامي ليكي ولكل حبايبنا في العراق. ام مصري، ام مصري مساء الفل وشكرا لمتابعتك. جيهان الماهي، ابو الماحي بتقول شكرا الوصفات كلها حلوه، والياقوتة الياقوتة شكرا، وفادية أبو حيدر، ونونة حافظ، ويونس، يونس أنا كمان بحبك جدا، ونونة حافظ أنا كمان بحبك جدا، وسعاد حسين، وهدير صبحي. عايزة طريقة الكيك بشكوي بشكوي، مش فاهمة الكلام، مش فاهمة، معلش ممكن تكتبيها تاني لو سمحتي. وام ماجد حيح، والابتسامه البريئه هي هدى الخبولي، وام ماجد وروحيه لبيب، وانا كمان والله وحشتوني جدا جدا جدا. هدى علي شكرا ليكي. فاطمه مصطفى بتقول ان حفيدها، حفيدي سليم بيحب يتفرج عليكي، ربنا يخليه لكم يا رب وتفرحوا بيه. واهلا وسهلا يا سلمى، ازيك يا سلمى؟ يا سلمى اهلا وسهلا بيكي. طيب معلش. سالي حماد بتقول انا اردنيه وبحب وصفاتك، تسلمي لي يا حبيبه قلبي ربنا يخليكي. وام ماجد قلنا، مازن احمد وسالي حماد، مين تاني؟ نورهان طارق انا كمان بحبكم جدا جدا، بيدو مجدي ونسرين محمد، كلكم انا بحبكم جدا 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 اكتر بكتير مما انتوا بتكتبوا لي. مازن احمد عليه الصلاه والسلام، نعيمه دقدق، ونور حنين محمد انا كمان برضو بحبك، نورهان طارق، واسيا احمد، ام احمد. كل دي كومنتات، وفي كومنتات كتير للاسف فوق ما لحقتش اشوفها، اللايف ما بياخدش كل ما بيخليهمش كلهم ورا بعض. انا كمان بحبك يا كوكي كوكي. وهدير صبحي، الكيكه بكريمه والشوكولا، الكيكه دي تشيز كيك الشوكولاته اللي عملناها النهارده، وهتنزل الوصفات طبعا كلها على صفحه البرنامج زعفران وفانيلا كمان شويه، فتابعوا الفيسبوك صفحه البرنامج زعفران وفانيلا، كمان شويه هتلاقوا كل الوصفات اللي عملناها النهارده نازله على صفحه البرنامج. معانا سلمى، اهلا يا سلمى. ازيك؟ اهلا وسهلا، ازيك يا حبيبتي عامله ايه؟ الو، اهلا اهلا، ازيك يا سلمى؟ الحمد لله. ايه اخبارك؟ كويسه. كله تمام؟ اه. تسلمي لي يا حبيبتي، عايزه اي حاجه؟ عايزه طريقه التورته. اني واحده اللي عملناها النهارده؟ اه. طيب حاضر. خليني اقرا لك المقادير بسرعه. هي دي كيكه تشيز كيك الشوكولاته، واحنا علشان نعملها استعملنا 3 كوب بسكوت شوكولاته من اللي هو محشي كريمه ومطحون، و50 جرام زبده. الخليط اللي حطيناه وخبزناه في الفرن عباره عن 600 جرام جبنه كريمي، 200 جرام شوكولاته مذوبه، 3 بيض، فانيلا، معلقه كبيره دقيق، 3 ارباع كوبايه سكر، معلقه كبيره بشر برتقال، وللوش حطينا كوب كريمه مخفوقه مع معلقتين كبار كاكاو، وتقدروا تحطوا كمان شوكولاته مبشوره لو عايزين. انا ما رضيتش احط شوكولاته مبشوره علشان ما غطيش شكل التشيز كيك اللي في النص. دي كانت الوصفه بتاعتنا النهارده بتاعه التشيز كيك الشوكولاته المخبوزه. لا، ام مايا بتقول انا كتبت كذا مره من امبارح ومش بتردي عليا، ورديتي على اللي بعدي. لا والله يا حبيبتي انا ما شفتش اكيد الكومنت، انا لسه بشتكي بقول ان الكومنتات اللي ما بقراهاش في لحظتها بتروح، فمعلش قولي لي سؤالك ايه وان شاء الله اشوفه وارد عليكي طبعا من عيني دي قبل دي. نسرين محمد بتقول انا وبنتي دايما بنتابعك، يعني ده من حسن حظي.
سالي حماد بتقول عيد ميلاد بنتي آية النهاردة، كل سنة وانت طيبة يا آية، ويا رب تفرحي بيها وتشوفيها أحسن ما بتتمني. مايا يوسف، لا منا يوسف، شكرا ليكي يا حبيبتي. أم مايا اكتبيلي السؤال بتاعك عشان أشوفه وأرد عليكي. عطار جي أم، جي أم بتقول أحلى شيف غادة، أنا بحبك هلبة هلبة وأنا بحبك أكتر. ونونا حافظ وندى العمر وإسراء وحسين وزينب عصام ماشي نوال الفيومي خلاص إن شاء الله. كفى عيسى الخليلة متابعانا من الأردن، يا أهلا وسهلا بيكي وكل حبايبنا اللي في الأردن. طيب أم مايا شفت اللي بيتحشي انت عايزة البتنجان العروس اللي بيتحشي مكسرات، قصدك المكدوس، المكدوس اللي هو بيتحشي بيبقى فيه عين جمل وفيه توم وفلفل حراق وكده ويتحط في زيت زيتون، ده المكدوس. طبعا دي من الاكلات الشامية الفاخرة يعني اللي بتتحط على الترابيزة بتاعت الحواضر. النهاردة احنا خلصنا وصفتنا، الحلقة خلصت بسرعة، عملنا معاكم فيها حاجات بتمنى انها تكون عجبتكم، عملنا تشيز كيك الشوكولاتة المخبوزة، وصفة لذيذة جدا وطعمها رائع، عملنا كمان السلمون بصوص الأعشاب، حطينا لها بقدونس وكزبرة وشبت وعملناها بكريمة وليمون، عملنا كمان معاكم الشوكولاتة، مشروب الشوكولاتة الساخنة، والشوكولاتة استعملناها بيضة، لو عايزين تستعملوا شوكولاتة عادية عادي بتقدروا، وخلوا بالكم ما حطيتلوش سكر لأن زبدة البسكوت فيها سكر، زبدة القرفة، والشوكولاتة فيها سكر. دي الوصفات بتاعتنا اللي عملناها النهاردة واللي هتنزل كمان شوية على صفحة البرنامج زعفران وفانيلا. بتمنى تكون الوصفات عجبتكم، واللي ما لحقش يشوف الحلقة من أولها بيقدر يشوفها في الإعادة الساعة 8 بالليل والساعة 8 الصبح. شكرا لمتابعتكم وبشوفكم إن شاء الله في حلقة جديدة، وصفات جديدة وأفكار جديدة بإذن الله. باي باي. نزل التردد الجديد 11785، الاستقطاب رأسي، معدل الترميز 27500، معامل تصحيح الخطأ 5/6.